أهلا وسهلا بكم أحبائي مشتركي قناة زراعة سهلة. يمكن موضوع النهاردة يكون شوية بعيد عن اللي احنا بنقدمه في القناة من مواضيع بتتعلق بالزراعة السهلة في البلكونة وفي الأسطح. موضوعنا النهاردة هيكون عن الكورونا وعن تجربتي معاها واللي استمرت حوالي لحد الآن 25 يوم، ولسه أنا في المرحلة الأخيرة منها. يمكن أنا دلوقتي بقدر أتكلم، يمكن من 3 أيام ما كنتش بقدر أتكلم، وعشان كده ما عملتش فيديوهات الفترة اللي فاتت. لكن إيه اللي أنا شفته في تجربة اللي حصل؟ اللي أنا أصبت أنا وبيتي كله، زوجتي وبناتي، صبنا 5 أفراد كلنا أصبنا بالكورونا. طب أنا كنت مهمل أو إن ما خدتش الاحتياطات الكاملة؟ لا، ما نقدرش نقول كده. ويسمع زمايلي إن أنا كنت من أحرص الناس أنا وعيلتي كلها على اتخاذ الإجراءات الوقائية، من لبس كمامة وغيره. إضافة إلى كده إن أنا واخد الفاكسين الجرعتين أسترازينيكا في شهر 4 وفي شهر 7 الماضي، أنا وزوجتي واخدينه كل البيت احتياطات كاملة، لدرجة إن أنا بسكن في الدور 11 وبنتي تسكن في الدور 4 من نفس العمارة. مجرد نزولي بالأسانسير مش ممكن الا لما يكون اي حد فينا بيلبس كمامة عشان ينزل. لكن الحمد لله اصيبنا كلنا بكورونا. الحمد لله ان اعراضها كانت شوية على ابنائي وزوجتي، خفيفة شوية لكن كانت تقيل عليا جدا، ورغم تقولها جدا لكن كان الدكتور قال لي ان مجرد ان انت اخدت الفاكسين ده خفف شوية من الاعراض. فهل الفاكسين خفف؟ طبعا خفف من الاعراض. هل انا كنت مهمل في الاجراءات؟ ما كنتش مهمل في الاجراءات، ومن اوائل الناس اللي خدت الفاكسين، ولكن في النهاية اصبت انا وعيلتي كلها بالكورونا. ايه بيدل على؟ هل يقدر الإنسان يمنع أي قدر؟ هل الإنسان يمنع أي شيء؟ لا. لكن هل الإنسان يهمل ويقول لا طالما قدري أو إنني لازم أصيب ما أخدش؟ لا طبعا، لأن لولا الاحتياطات اللي أنا خدتها هي اللي حافظت عليا شوي. كلامي ده عشان كل إنسان ما يقلقش وياخد الفاكسين وما يخافش ويعتمد على ربنا، وكل الأسباب بتأدي اللي احنا موجودين فيه. كتير مننا مات بالكورونا لكن ربنا ستر علينا. أعراضها الجسمانية وتعبها كتير وبيصيب الإنسان شيء طبيعي، لكن أكتر حاجة بتأثر فيك العامل النفسي. فعلا الكورونا بتهز الإنسان، بتوصله لمرحلة يأس، مفيش خلاص، لدرجة الإنسان خلاص عايز أخلص منها كده كده، أخلص بأي طريقة. لكن الصبر والقوة بتخلي الإنسان يعدي أي مرحلة. الحمد لله. نصيحة أخيرة قبل ما أختم مع حضراتكم، أي إنسان يصاب ببرد أو ارتفاع درجة حرارة ما يقولش أنا عندي إنفلونزا أو أنا عندي دور برد. لأ، أنت مصاب بكورونا وبتنساش، ممكن أعراضها بتحسش بيها لكن بتصيبك أنت أو عيلتك. دعواتكم، ربنا يتمم شفانا كلنا على خير، والحمد لله على كل ربنا ما بيقدمه وابتلاءه كله خير. الحمد لله، كل واحد يخلي باله من نفسه. ودعواتكم. شكرا أحبابي.
دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.